عليكم البنات، كديرات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. دائما في اطار تحضير حلويات العيد كنقترح عليكم شكلين او ثلاث اشكال بسيطه وسهله وسريعه الى ما بقاش لك الوقت باش تحضري الحلوه لهذا النهار. حلويات اللي ما كتاخذش الوقت وفي نفس الوقت كتكون لذيذه ومنظر زوين. نبداو على بركه الله. اول شكل كنقترح عليكم هو الميني بالمي كي اللي كتصوبوا بلا بات فيتي. كما قلت لكم مثلا الا ما عندناش الوقت وكنقلبوا على شي حاجه سهله، هذه فكره اللي هي بسيطه، ناخذوا لا بات فيتي ونديروا بهم الميني بالمي كيجيو لذاد وزوينين وحتى في المنظر كذلك كيجي رائع. انا هذه شريتها كدير واقيلا 15 درهم، خديت جوج 500 غرام. وحده غندير فيها الشوكولاط ديال نوتيلا وحده اخرى غادي ندير فيها غير السنيده اللي كنعرفوا لي بالمي اللي كنعرفوا دائما تيكونوا بالسنيده. غادي ناخذوا الباكيه الاولى غادي نطلقوها بالمطلق كما كتشوفوا. ودابا غادي نقسموها على جوج لاننا حنا باغيين غير دي ميني بالمي، بغيناهم غير صغيرين. غادي نسرحو فوق منهم الشوكولاط ديال النوتيلا. القطعتين ديالنا ها هما، سرحنا فوق منهم الشوكولاط ديال النوتيلا. دابا غادي نبداو نلويو غير بشويه، الجزء الاول نبقاو نلويو حتى نوصلو للوسط ونرجعو نلويو الجهه الاخرى. غادي ندهنوا هاد الجوانب هنايا بالبيض ديال البيض باش نلاقيوهم ونوضعوهم في بلاطو وندخلوهم الكونجيلاتور الفريغو باش تجينا سهله في التقطاع ملي بغيو نقطعوهم على شكل دي ميني بالمي. الشكل الثاني غادي نديرو فيه السنيده كما كتشوفوا. غادي نوضعوا لا بات فيتي فوق السنيده ونسرحوها بالمطلق. نديرو فوق منهم السنيده
نعودو نقسموهم على جوج كيف ما درنا في الشكل الأول ونلويوهم بنفس الطريقة. حتى هما غادي نخشيوهم في الفريكو باش يكونوا ساهلين في التقطاع ديالهم ملي بغو نقطعوهم على شكل دي ميني بالمي. ها هما من بعد ما خرجناهم من الفريكو غادي نبداو دابا نقطعوهم. لي ميني بالمي ها هما وضعناهم في اللاطا، غادي ندخلوهم دابا الفرن يطيبوا ونردوا البال باش ما يتحرقوش لينا لانهم فيهم الشوكولات. هادو لي ميني بالمي بالسنيده كيجيو زوينين كيف ما كتشوف. دابا غادي ندوزو نحضروا الشكل الثاني من الحلوه اللي هي حلوه بالبسكوي. انا كنسبق وحضرتها معكم على شكل كيك كبير، فكرت علاش ما نديروش يعني نديرو دي كاتو صغار بهم. عندنا هنا مقدار 500 غرام ديال البسكوي ومقدار تقريبا 70 غرام 80 غرام ديال الكاوكاو محمر ومطحون. غادي نخلطوهم بجوج وغادي نمشيو نحضروا لاصوص اللي غادي نديرو معها لاصوص شوكولا. غنحتاجو في هاد لاصوص كاس ديال السنيدة، كاس ديال العنبة عامر ديال السنيدة، كاس ديال الماء، نص كاس ديال الكاكاو، وتقريبا 100 غرام ديال الزبدة اللي غادي نديروها من بعد ما تغلي لينا لاصوص. حتى الاخر عاد نضيفوها، حتى تغلى لينا لاصوص عاد نضيفوها. غادي نوضعو السنيدة، نزيدو عليها الكاكاو ونحركوهم مزيان. كما كتشوفو نضيفو داك الكاس ديال الماء ونزيدو نحركو مازال. ها هو كيف ما كتشوفو ونوضعو فوق البوطة على نار مهيلة. ملي يبدا يغلي لينا نضيفو ليه الزبدة ونحركو دائما. لاصوص ديالنا هي عقادت وجدات، غادي نفرغوها فوق البسكوي وكاوكاو. وغادي نمزجو العناصر جيدا.
الحلوة ديالنا موجودة دابا، مزجناهم مزيان. غادي نحاولوا نوضعوهم في ديمول. انا اختاريت هاد ليمول هادو، وضعت فيهم بابي فين باش ما يلصقوش ليا. نتوما ديروا ليمول اللي بغيتو، بغيتو تشكلو مع شكل كويرات وتورطسون في زعما ديروهم في الشوكولات، بغيتو ديروهم في كاوكاو مهرمش، لكم الاختيار. انا درتهم هنا. المهم هما راه تيتشكلوا بالشكل اللي بغيتو. الحليوة ديالنا هما موجودين، غادي نوضعهم دابا في الثلاجة حتى يبردوا. ها هما من بعد ما خرجناهم من الثلاجة درناهم في كويرطات كيف ما كتشوفوا، وفرتهم من الوسط بهذا باش نعمرهم بالشوكولا من الوسط. الشكل النهائي ديال الحليوة ديالنا هما لي بالميي بالنوتيلا وبالميي بالسنيدة وحلوة الشوكولا والبسكوي اللي ممكن تشكلوها بالطريقة اللي بغيتو، حريبلات كويرات اللي بغيتو. ما كتشوفوا الشكل النهائي ديالهم ها هو، كيجيو بساط ساهلين سريع في التحضير ولداد. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم البنات ما تنساوش ديروا لي لايك، وإذا كنتوا أول مرة تدخلوا القناة ديالي ما تنسوش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. خليتكم على خير وبسلام عليكم.